من جانبه اكد سعاده الدكتور مهدي الشويخ عضو مجلس النواب في مداخله امام اجتماع اللجنه الدائمه للديمقراطيه وحقوق الانسان في الاتحاد البرلماني الدولي اكد ضروره وقف بيع واستخدام انظمه الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرا جسيما يهدد حقوق الانسان الى ان يتم اعتماد الضمانات القانونيه الملائمه لحمايه تلك الحقوق وشدد الشويخ على وجوب سد الفجوه على مستوى المساءله عن كيفيه جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها استخدامها كما حذر من خطر التمييز المرتبط بالقرارات التي يديرها الذكاء الاصطناعي مؤكدا ضروره وضع اليات قانونيه ضد المعلومات المضلله واخضاعها للرقابه